المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على الكنترول بتاع الـ Multiple Input Multiple Output Processes أو اللي بنسميها الـ MIMO Processes. طيب وجود بقى الـ MIMO System ده أو الـ Multiple Input Multiple Output بيكريت بقى Complex Situation. قبل كده كل الـ Examples اللي احنا حطيناها أو استخدمناها وإحنا بنشرح كان دايماً عندي الدنيا واضحة قوي لأني عندي One Manipulated Variable One controlled output وكنت بستخدم المانيبيوليتد فاريبل ده to control a controlled output ده. لكن في الحالة دي هيبقى عندي more than one possible control configuration. ليه؟ تعالوا كده نشوف. لو نفرض ان انا عندي two manipulated variables دول وعندي two controlled variables دول في البروسيس، فهيبقى عندي two options اللي هنقولهم دلوقتي دول. اول حاجة اني استخدم المانيبوليتد variable 1 to control a control variable 1 والمانيبوليتد variable 2 to control a control variable 2. بس انا ممكن يكون عندي option تاني اللي هو ده، اللي هو اني استخدم المانيبوليتد variable 1 عشان اعمل بيه control على control variable 2 والمانيبوليتد 2 على control variable 1. احنا هنا انا بتكلم على 2 variables بس، two controlled variables و two manipulated variables. طب لما يكون عندي 5 و6 و7، فعشان كده بنقول ان situation بقت very complex. نيجي بقى للquestions اللي لازم اجاوب عليها واحنا بنعمل design للميمو control system. لما يكون عندي multiple input multiple output control systems دي الquestions اللي لازم اجاوب عليها. اول حاجة ايه هما الcontrol objectives؟ ايه الكنترول اوبجكت؟ انا عايزه اعمل كنترول على ايه؟ طيب عايزه اعرف عددهم واني اوتبوت عايزه اعمل عليها كنترول. ده it looks like a simple question بس دي مهمه جدا 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 عشان اعمل design for an efficient control system. يجي السؤال اللي بعد كده، what outputs should be measured؟ انا خلاص عرفت control objectives، I knew which controlled outputs I need to control. خلاص دلوقتي I have to select the measurement. وزي ما قلنا قبل كده ان الميجرمنتس ممكن تكون يا اما primary measurements يا اما secondary measurements. طب تعالوا نشوف primary measurements. primary measurements دول لما اكون بقيس الحاجة اللي عايز اعمل عليها control. يعني ايه؟ انا عايز اعمل control على temperature فبقيس temperature. عايز اعمل control على pressure فبقيس البريشر. لكن في نوع تاني اللي هو السكندري ميجرمنتس، دول ما بقيسش الحاجه اللي انا عايزه اعمل عليها كنترول، بقيس فاريبل تاني اللي هو بنسميه اوكسيلري ميجرمنت. خلاص زي اللي بنستخدمه في الكاسكيد في الادابتيف وفي الانفرنشال. تعالوا نفتكر كده اسهل حاجه اللي هي الانفرنشال. لما اجي اعمل كنترول على كومبوزيشن بس انا مش عارفه اقيس الكومبوزيشن، فبقيس الـ A temperature بدال الـ A composition، وببقى عارفة علاقة بين الـ temperature والـ composition ومنها بقدر أجيب الـ composition. يبقى عندي إما primary measurement اللي هو أنا بقيس الحاجة اللي أنا عايز أعمل عليها control، يا إما secondary measurement بقيس an auxiliary variable. طيب which بقى inputs can be measured؟ إحنا بنعتبر إن all manipulated variables بقدر إن أنا أقيسهم. اللي مش بقدر اقيس كلهم او اغلبهم هم الديستربنسز. خلاص لان في حاجات ببقى عارفاها وحاجات مش ببقى عارفاها، لكن الديستربنسز اللي I can measure ممكن استخدمهم علشان اعمل الفيد فورورد. فكره الفيد فورورد بنعمل في ايه؟ I measure the disturbance و I control الايه بالمانيبيوليتد فاريبل. يبقى I can use الديستربنس that I can measure عشان اعمل فيد فورورد، عشان اعمل فيد فورورد بلس فيد باك، وعشان اعمل ريشيو كنترول. وبفكركم تاني ان الريشيو كنترول از ون اوف ذا فيد فورورد كنترولز القليله اللي بستخدمها لوحدها. نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، which manipulated variables should be used؟ في المالتيبل انبوت والمالتيبل اوتبوت سيستم في several manipulated variables، فاختار اني واحد علشان استخدمه في الكنترول. ده سؤال very critical ولازم يتاخد باهتمام جامد جدا.
لأن بعض المانيبوليشنز بتبقى سريعة وعندها strong effect على controlled outputs، وفي حاجات صعب المانيبوليشن بتاعها. يعني مثلا الحاجات اللي very easy to manipulate اللي هو liquid flow، سهل جدا أقلل الفلو أو أزود الفلو بالفالف، سهل جدا. الحاجات اللي صعبة to manipulate اللي هي زي الفلو of the solids، ده بيبقى صعب إن إحنا نعمله manipulation أو السلاريس. بعد كده لازم أعمل الconfiguration بتاع control loop. يعني إيه؟ يعني أنا خلاص عرفت possible measurements manipulations، عرفت manipulated variables، وعرفت كمان الحاجات اللي عايز أعمل عليها control. إزاي بقى to connect these مع بعض؟ What measurements will actuate a given manipulated variable or what manipulation will be used to regulate a given controlled output؟ يعني إيه؟ يعني نرجع للإكزامبل اللي اديناه في أول المحاضرة، إنه اللي هو ده اللي عندي two manipulated variables and two controlled variables، أعمل كده ولا أعمل كده؟ يبقى من هنا عرفنا إن الميمو systems there is a large number of alternative control configurations. يعني في الاكزامبل اللي احنا قلناه قبل كده كان عندي اتنين manipulated variables واتنين controlled variables، فكان عندي two options اعمل. طب لو كانوا تلاتة هبص الاقي عندي ستة، لو كانوا اربعة هبص الاقي عندي اتناشر. جبتهم ازاي دول؟ من لو تفتكروا probability اللي خدتوها قبل كده، هنبص نلاقي ان انا دايما عندي factorial. يعني لو عندي خمسة controlled variables مع خمسة manipulated variables، ايه الاوبشن ان انا احطهم مع بعض؟ ده هيبقى خمسة في اربعة في تلاتة في اتنين، يعني خمسة factorial. طب لو عشرة هيبقى عشرة factorial. وبالتالي السلكشن بتاع الموست appropriate ده it's a very critical question to be solved، وعملية صعبة جدا جدا جدا. قبل ما اشوف بقى استخدم any manipulated variable مع any controlled variable، هنتكلم الأول على degrees of freedom والnumber of controlled and manipulated variables. إيه هو degrees of freedom؟ إحنا خدنا قبل كده وإحنا بنحل مسائل الماس والenergy balance كنا بنجيب degrees of freedom، وكنا بنقول إيه هي degrees of freedom دي؟ هي number of variables ناقص number of equations، هي number of independent variables describing a process ناقص number of independent equations relating the V variables دول. يعني ايه كلمة independent؟ يعني ما اقدرش اجيبها بمعرفة حاجات تانية. لما اتكلم على independent variables يعني variables ما اقدرش اجيبها بدلالة variables تانية، والequations نفس الحاجة. وكنت بقول ايه لو ما كانتش degrees of freedom equals zero ما كنتش بقدر احل المسألة خالص. In order to specify a process completely, the number of degrees of freedom should be zero. طيب يبقى وأنا بحسب degrees of freedom عندي ثلاث احتمالات. أول احتمال إن degrees of freedom تطلع zero، وفي الحالة دي بسميها exactly specified، ولما كنت بحل الماس والهيت بالانس كنت بقدر أحل المسألة. الاحتمال الثاني إن degrees of freedom تطلع أكبر من zero، ودي بنسميها under specified. ليه بسميها under specified؟ لأنه معنى كده إن الـ variables أكتر من الـ equations. يبقى أنا عشان أخليها exactly specified الـ process دي لازم أدور على equations علشان أخلي الـ variables قد الـ equations بالظبط. طيب والـ number of equations اللي أنا محتاجاها هي number of degrees of freedom اللي أنا حسبته. طيب لو طلع بقى degrees of freedom أقل من zero دي بنسميها over specified، وكده number of equations تبقى أكبر من number of variables، ودي عادة بتيجي from sloppy modeling، modeling وحش. فاحنا هنتكلم على case number two دي اللي هي الكيس اللي بستخدم فيها الكنترول، اللي هي degrees of freedom أكبر من zero، أو بنقول إن process عندي under specified. بنقول it is clear بقى from the analysis in a sloppy modeling of a process may lead to a model that does not include all the relevant equations and variables or includes abundant equations and variables. The presence بقى بتاع الكنترول لوب in a chemical process هو اللي بيديني الاديشنال equation. يبقى انا لما يطلع لي degrees of freedom اكبر من zero يبقى انا عندي variables اكتر من equations، انا محتاجه equations، اجيب الايكويشنز دي منين؟
الكنترول هو اللي ممكن يديني الاديشنال ايكويشنز اللي انا محتاجاها دي عشان اوصل للديجريز اوف فريدم ايكوال 0. هل الكنترول هو بس السورس الوحيد علشان اجيب ايكويشنز في الحاله كيس نمبر 2 اللي هي اندر سبيسيفايد لما انا بكون محتاجه ايكويشنز لان الديجريز اوف فريدم طلعت عندي اكبر من 0؟ لا، عندي تو سورسز. السورس الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه كنترول اللي هنرجع نتكلم عليه تاني، السورس التاني هو الاكسترنال وورلد. الاكسترنال وورلد اللي هي جايالي من ان ابستريم يونت ذات فيدز ذا بروسيس، حاجه انا ما اقدرش اتحكم فيها خالص. دي اللي كان في مسائل الماس بالانس والهيت بالانس كانت الجيفنز، يقول لك الفيد ايكوالز كذا، خلاص ده الاكسترنال وورلد. اوكي، والكنترول سيستمز، والكنترول سيستمز دول عباره عن ايه؟ دول ايكويشنز ما بين اوتبوت ومانيبيوليتد فاريبلز في الفيدباك او ديستربنس ومانيبيوليتد فاريبلز في الفيد فورورد. Thus النمبر اوف فاريبلز اللي اقدر اعمل عليها بقى كنترول هتساوي ايه؟ degrees of freedom اللي طلعتها ناقص الحاجات اللي جايه لي من الاكسترنال وورلد انا مش قادر اتحكم فيها، اللي هي كانت بتبقى جيفنز في المساله. اللي فاضل ده هو اللي بيبقى الكنترول فاريبلز. هقول تاني، degrees of freedom لما تبقى اكبر من زيرو يبقى معنى كده الفاريبلز اكبر من الايكويشنز، يبقى انا محتاجه ايكويشنز زياده. الايكويشنز دي هتيجي منين؟ الاول اشوف الاكسترنال وورلد. ايه الاكسترنال وورلد ده؟ اللي هو الفاريبلز اللي جايه لي من بروسيس قبل كده انا مش قادر اتحكم فيها، اللي كانت في المسائل كانت بتعطى ك جيفنز. اطرح دول من الفاريبل من الديجريز اوف فريدم اللي انا طلعتها، الباقي هجيبهم من الكنترول فاريبل. يعني الديجريز اوف فريدم طلعت عندي 5، خلاص ادور على الاكسترنال وورلد، انا محتاجه 5 ايكويشن، ادور على الاكسترنال وورلد بتديني كام، فبقول مثلا الفيد والتمبريتشر بتاع الفيد ادي 2، يبقى انا اقدر اعمل كنترول على 3 حاجات علشان اوصل الديجريز اوف فريدم بتاعي يبقى ايكوال تو 0. تعالوا بقى ناخد الاكزامبل البسيط اللي احنا دايما بنحطه ده. ادي الستيرد تانك هيتر، ده ادي الفلوريت اللي داخل واللي خارج، داخل بتمبريتشر تي اي وخارج بتمبريتشر تي، وعندي هنا ستيم بيعمل ايه؟ هيتنج. تعالوا بقى نعد النمبر اوف ايكويشنز. النمبر اوف ايكويشنز هيكون عندي كام؟ هيكون عندي 1 ماس بالانس ايكويشن، هيكون عندي 1 هيت بالانس ايكويشن، يبقى النمبر اوف ايكويشنز على طول عرفت ان هم 2. طيب الفاريبلز بقى، الفاريبلز عندي 6، اللي هو الهايت، تمبريتشر ان تمبريتشر اوت، فلو ريت ان فلو ريت اوت، وكميه الهيت اللي واخدها اللي بياخدها الليكويد من الستيم. لو جيت طرحت الاثنين دول من بعض علشان يطلع لي النمبر اوف ديجريز اوف فريدم، فهقول 6 ناقص 2 بتساوي 4، يبقى ديجريز اوف فريدم بتساوي 4، يبقى انا ناقصني 4 ايكويشنز. الاول ادور على الداتا اللي جايه لي من الاكسترنال وورلد اللي هي كانت في المسائل بتبقى الجيفن. بص نلاقي ال التو جيفنز اللي هم الاف اي والتي اي، دول المين تو ديستربنسز فور ذا هيتر، اند ذي ار بوث سبيسيفايد باي ذا اكسترنال وورلد، جايين لي انا ما اقدرش اعمل فيهم حاجه خالص. اوكي، فيبقى degrees of freedom اللي هي كانت طلعت لي 4 نقصت منها 2 بقى عندي 2، يبقى اقدر اعمل كام كنترول لوب؟ 2 فقط، 2 فقط. خلاص الاكسبتبل طبعا انا عايز اعمل كنترول على التمبريتشر، خلاص فلازم اعمل كنترول على التمبريتشر، وما دام انا عندي ليكويد جوه تانك يبقى احسن اعمل الليكويد ليفل. وبالتالي اخترنا ان احنا الكنترول يبقى بالمنظر ده، عملت كنترول على التمبريتشر اللي كنا كل مره بنعمله، وعملت كنترول كمان على الليفل. يبقى انا عملت ايه هنا تاني؟ حسبت degrees of freedom من النمبر اوف ايكويشنز والنمبر اوف فاريبلز، ولازم الاثنين يكونوا اندبندنت، طرحت منهم الاديشنال ريليشنز، وبعدين اللي باقي ده هو النمبر اوف كنترولد كنترولد لوبس اللي اقدر اعملها. خلاص السؤال بقى، انا في الامتحان هجيب لكم ان انتوا تطلعوا لي الفاريبلز وتكتبوا لي الايكويشنز؟ لا، احنا بس نعرف نعد الايكويشنز والفاريبلز، مش مطلوب منكم ان انتوا تعدوا الفاريبلز، انا هكون مديها لكم في المسائل. يبقى ناخد بالنا بقى من النقطتين دول، انا بجيب الديجريز اوف فريدم، فاريبلز ناقص ايكويشنز بيطلع لي ديجريز اوف فريدم،
وبعدين بشيل الـ external world اللي هو من الـ example اللي فات ده عرفنا إن هو غالباً هو الـ number of disturbances. يبقى بجيب degrees of freedom بشيل منه الـ number of disturbances اللي هي جاية من الـ external world. الباقي ده هو الـ number of الـ control objectives. واخد بالي كويس قوي إن أنا ما أعملش control أكتر من الرقم اللي طالع لي هنا. ما أعملش control أكتر من الرقم ده الـ number of control objectives. يعني في الاكزامبل اللي فات كان عندي 2 ما اعملش 3، لان لو عملت 3 يبقى هوصل لان degrees of freedom اقل من 0 والسيستم هيبقى over specified. يبقى عندي هنا important remarks، حاجات مهمه لازم اخد بالي منها. اذا انا عملت degrees of freedom اللي هي variable ناقص equations وطلعت الرقم ده وطرحت منه اللي جاي من external world وطلع ان هو ده k خلاص، والنمبر بقى اللي هعمله حقيقي هو n، الصح انه يبقى ايه؟ n equals لـ k صح؟ يعني لو طلع عندي number of control variables 3 يبقى انا المفروض اعمل 3 loops خلاص. لكن افرض ان انا عملت 2، يعني هو طلع 3 k طلع 3 وانا الـ n خليتها 2 خلاص، يبقى هنا هيبقى عندي 1 variable changing wildly خلاص. طيب بس اذا كان الايفكت بتاعه قليل يبقى ممكن يطلع لي كنترول فاريبلز 3 ونعمل كنترول بس على 2، لو الثالث ده الايفكت بتاعه على البروسيس بطيء وبسيط جدا. طيب هل اقدر اعمل ان اكتر من كي؟ قلنا لا. هل اقدر الكنترول فاريبلز اللي انا مطلعها من ديجريز اوف فريدم تبقى 3 ونعمل كنترول على 4؟ لا، المفروض ان انا اعمل 3، ممكن اعمل 2 لو التالت ده مش مؤثر قوي، لكن اعمل 4 لا. هنشوف اكزامبل بقى تاني اكثر تعقيدا من الاكزامبل البسيط اللي احنا شفناه ده. فلاش درام، الفلاش درام دي داخل لها فيد، الفيد ده هو فيه n components والماس فراكشنز بتاعتهم zi اوكي. طيب الفلاش درام ده الفيد ده is flashed from high pressure to low pressure، اعتقد كلنا خدنا الفلاش درام في الماس ترانسفير، فبتدخل from high pressure to low pressure of the drum وده بيرزلت في vapor in equilibrium with the liquid. هنا أنا عندي كويل، الكويل ده بتسبلاي هيت علشان يظبط التمبريتشر جوه الفلاش درام ده. احنا عايزين ايه في الاكزامبل ده؟ عايزين to identify the control variables و identify the manipulated variables ونشوف اللوبس الكنترول لوبس اللي اقدر اعملها. طيب ادي اهو اول حاجه هعد الايكويشنز. الايكويشنز عندي ايه بقى؟ عندي التوتال ماس بالانس ايكويشن وعندي كومبوننت ماس بالانس ايكويشنز. انا عندي كام كومبوننت؟ انا عندي n كومبوننتس بالماس فراكشن زد اي، فده توتال ماس بالانس وده كومبوننت ماس بالانس. هيبقى عندي كده كام ايكويشن؟ ادي 1 وهنا n minus 1 لان هما n components، فهيبقى عندي كام ماس بالانس ايكويشنز؟ n ايكويشنز. عندي كمان ايه؟ عندي هيت بالانس ايكويشن. ليه هيت بالانس ايكويشن؟ لان انا عندي بعمل هيتنج هنا فدرجه الحراره مش ثابته، فالهيت بالانس ايكويشن از اونلي 1 ايكويشن. هل عندي ايكويشنز ثانيه؟ ايوه، مش انا عندي هنا يا جماعه vapor in equilibrium with liquid، فهيبقى عندي الايكوليبريم ريليشنز n equilibrium relations. يبقى نعد تاني، عندي 1 total mass balance، n minus 1 component mass balance لاني عندي n components، عندي total heat balance ال 1 heat balance equation، وعندي n equilibrium relations. فلو عديت الايكويشنز اهو هيبقى ادي ال 1 total mass balance، n minus 1 component mass balances، 1 heat balance و n equilibrium relations، يبقى عندي 2 n plus 1 equations. طيب ال variables هو عدهم بقى، مش هنقعد احنا نعدهم، المهم طلعوا ال variables 3 n plus 5. اما اجيب بقى degrees of freedom، degrees of freedom نفتكر بنجيبها ازاي؟ number of variables ناقص number of equations، فتبقى 3 n plus 5 minus 2 n plus 1 اللي هي n plus 4، يبقى degrees of freedom n plus 4. بعد ما طلعنا degrees of freedom بشوف ايه الحاجات اللي جايه لي من الاكسترنال وورلد او الديستربنسز. هنا
الـ number of externally specified variables أو اللي جايين من الـ external world هو أو الـ disturbances هو الـ temperature بتاع الـ feed والـ composition بتاع الـ feed. أنا بنقول إن الـ composition Zi أنا بقول يبقى أنا عندي هيبقى n minus 1. ليه n minus 1؟ لو لأن أنا لو جمعت الـ compositions دي هعرف هيبقوا واحد، فلو هم أربعة لو عرفت ثلاثة أنا هعرف الإيه الباقي. خلاص؟ طيب يبقى number of control variables هم إيه بقى؟ هم n plus 4 اللي هي degrees of freedom اللي أنا جبتها هنا ناقص الـ externally specified اللي هي 1 plus n minus 1 اللي هي n، وبالتالي هتبقى n plus 4 minus n equals 4. يبقى أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض أعمل control على أربع حاجات. هل ممكن أعمل على ثلاثة نعيد تاني؟ ممكن لو في واحد منهم مش مؤثر قوي. أقدر أعمل على خمسة؟ لا، ما ينفعش أعمل على خمسة. فهنا أنا عرفت إن المفروض إني أعمل على أربع حاجات control، فهيبقى عندي أربعة control variables وأربعة manipulated. طيب نشوف أعمل control بقى على إيه؟ أعمل control على إيه؟ طبعا هنا الـ temperature والـ pressure لازم يبقوا kept constant عشان to achieve a desired separation. temperature pressure في الفلاش درام مهمين جدا جدا، فلازم أعمل عليهم إيه control. وعلشان constant production لازم الفلو ريت بتاع الفيد برضو يبقى maintained. الفلو ريت بتاع الفيد لازم أعمل عليه control. يبقى أنا كده ثلاثة temperature pressure والفلو ريت بتاع الفيد. وطبعا أي حاجة فيها liquid يستحسن أعمل level control أو control على الـ edge عشان ما يحصليش overflow أو يحصل drying للكويلز بتاعة الـ steam. فيبقى أنا يعني استقريت على الـ variables اللي هعمل عليها control الأربعة: الـ temperature والـ pressure والـ flow rate بتاع الـ feed والـ height بتاع الـ liquid. كل دول أقدر أقيسهم كمان عشان اطمن الكنترول فاريبلز دول اقدر اقيسهم بريلايبل سنسرز، فما عنديش مشكله قوي في القياس ولا هضطر اعمل انفرنشال كنترول ولا اقيس حاجه. لا، كل الحاجات دي تمبر بريشر والفلو ريت والهايت كلهم يتقاسوا بمنتهى. طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان انا محتاجه اعمل كنترول على البريشر، على التمبريتشر، على الهايت بتاع الليكويد هنا، وعلى الفلو ريت بتاع الفيد. طيب لازم دلوقتي اختار manipulated variables. المسألة دي واضحة شوية. خلاص؟ ليه؟ لأنه الـ variables اللي قدامي واضح إيه أكتر حاجة هتأثر عليها. فإحنا بنقول هنختار الـ manipulated variables دي. يعني هنا أنا واضح جدا إن عشان أعمل control على الـ pressure أسهل حاجة إن يبقى الـ manipulated variable بتاعي هو الـ flow rate بتاع الـ vapor. والله لو الـ pressure زاد الـ flow rate بتاع الـ vapor أقدر أغيره علشان يغير الايه البريشر اللي هنا لو زاد او قل. طب الفلو ريت بتاع الفيد هعمل كنترول برضو بتاع الفلو ريت بالفلو ريت بتاع الفيد. يبقى انا عندي الفلو ريت بتاع الفيد ده هو كنترولد والمانيبيوليتد. طب التمبريتشر هعمل عليها كنترول بالفلو ريت بتاع الستيم. طب والليكويد ليفل هعمل كنترول بالفلو ريت بتاع الليكويد. الدنيا واضحه هنا. خلاص؟ بس هسالكم سؤال بقى، هل لو انا كنت عايزه اعمل كنترول على البريشر ما كانش ممكن اعمل كنترول على البريشر بالفلو ريت بتاع الستيم؟ كان ممكن، كل الفاريبلز دي ريليتد. طب لو كنت عايزه اعمل كنترول على الليكويد الليفل ما كنتش اعرف اعمل عليه كنترول بالفلو ريت بتاع الفيد؟ طبعا ينفع. طيب كنترول على التمبريتشر باي حاجه من الحاجات دي كان هيعمل لي كنترول على التمبريتشر. يبقى انا عندي اربع manipulated variables واربع control variables. خلاص ممكن او يعني احطهم بالطريقه اللي انا اخترتها هنا لان الدنيا واضحه قدامي، بس كان ممكن احطهم بطريقه تانية بتوليفات تانية خالص غير اللي موجوده، وكانت هتعمل برضو control اللي انا عايزاه، بس كان هيبقى الكنترول ده هو بطيء مش سريع ولا دايركت زي اللي انا مختاراه هنا. خلاص يبقى احنا في المساله دي كنا الدنيا واضحة قدامنا، عندي الأربعة control variable وعندي أربعة manipulated variables، وقدرت إن أنا أوفق
كل control variable مع المانيبيوليتد variable بتاعه. طيب بس أنا كان ممكن يكون عندي أكتر من option، خلاص زي ما قلنا قبل كده في الإكزامبل اللي في أول السلايدز، أنا هنا عندي two controlled outputs و two manipulated inputs، أنا ممكن أخد ده أكنترول بده وده أكنترول بده، وكان ممكن أخد ده أكنترول بده وده أكنترول بده. يبقى لما كان عندي 2 و2 كان عندي 2 options. طب لما يكون عندي 4، احنا قلنا ان في الحالة دي هيبقى عندي 4 في 3 في 2 في 1، يبقى عندي كم options؟ يبقى لو عندي عموما n control variable و n manipulated variables يبقى عندي كم different loop configurations n factorial. يعني لو عندي 3 هيبقى عندي 6 configurations، 6 توليفات اقدر اولفهم. الله، ولو عندي 4 هيبقى 24، ولو عندي 5 هيبقى 120. انتوا متخيلين المشكلة؟ حاجة عملية صعبة جدا. اعمل بقى coupling ازاي؟ يعني اقول ازاي اخد المانيبوليتد variable ده مع control variable ده، لانه مش دايما الدنيا بتكون واضحة زي الاكزامبل بتاع الفلاش درام ده. خلاص، انا بختار دايما المانيبوليتد variable اللي عنده direct و fast effect على control variable. زي ما قلت انا عايز اعمل control على pressure، فهعمل control بالflow rate بتاع الvapor اللي طالع. يعني بدور على الحاجة اللي ليها direct و fast effect، واعمل كمان الكوبلنج اللي ليه little dead time خلاص مع الكنترول فاريبل ده. واحنا خدنا الديد تايم، يبقى بدور على الديد تايم القليل، وبدور كمان على انه يكون دايركت وفاست ايفكت، وكمان اقلل الانتراكشن. الانتراكشن ده مش هنتكلم عليه المحاضره دي، هنتكلم عليه المحاضره اللي جايه ان شاء الله على الانتراكشن، وازاي اختار اقلل الانتراكشن في اللوبس. في الاكزامبل بقى بتاع الفلاش درام، انا عندي 4 كنترول فاريبلز، فهيبقى عندي كام possible configuration؟ 24 possible configuration. كل الconfigurations اهم في التابل دي، عملت انا كل الconfigurations. خلي بالكم ادي دولت الكنترول فاريبلز ودولت المانيبوليتد فاريبلز، وعملت كل التوليفات اللي ممكن تحصل. يعني مثلا تعالوا نشوف، ادي البريشر ممكن اعمل كنترول، او خلينا في الفلوريت، الفلوريت ممكن اعمل عليه كنترول بالفلوريت او بالفلوريت بتاع الليكويد او بالفلوريت بتاع الفيبر او بالفلوريت بتاع الستيم. ونفس الحاجه الكنترول البريشر ممكن التمبريتشر والاتش، عملت كل التوليفات اللي هم 24 توليف. طيب هختار بقى ازاي؟ حاجة اهو جبناهم تاني اهي. اول حاجة بنقولها، ابتدي ابص على الحاجات الواضحة قوي. انا بقول التمبريتشر اول حاجة دايما ببص لها. ليه التمبريتشر اول حاجة دايما ببص لها؟ لان الكنترول بتاع التمبريتشر بطيء جدا دايما، زي ما قلنا قبل كده في محاضرة فاتت، انه علشان اعمل كنترول على التمبريتشر لازم اقلل فلوريت بتاع مثلا هيتنج فلويد او ازوده، وبعدين يحصل هيت ترانسفير، وبعدين التمبريتشر تطلع، ما هواش زي الفلويد بقى في الفالف وافتح فالف والعمليه تتوضب على طول. لا، التمبريتشر الكنترول بتاعه صعب جدا. خلاص، فبنقول لما التمبريتشر، ايه اكتر حاجه مؤثره على التمبريتشر؟ هو الدبليو اس. صحيح لو كنت عملت التمبريتشر بالفلوريت بتاع الفيد او فلوريت بتاع الليكويد او فلوريت بتاع الفيبر كان حصل برضو عليه كنترول خلاص، لكن كان هيبقى بطيء. فاحنا قلنا بالنسبه للتمبريتشر اهم حاجه الدبليو اس، او اسرع حاجه الدبليو اس. فهشيل بقى كل حاجة، كل سطر من دول ما بيستخدمش الـ WS في كنترول على الـ temperature هشيله على طول. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو هنشيل ده وهنشيل ده وده وده ونكمل. كل الـ options دي مش مناسبة للكنترول بتاع الـ temperature فشلتها خالص. اتفضل عندي ايه؟ 1 2 3 4 5 options. خلاص، نيجي بقى نبص على الايه؟ البريشر. نبص على البريشر، بنقول هنا ايه؟ بنقول هنا الايفكت اوف الفلوريت بتاع الليكويد، الفلوريت بتاع الليكويد على البريشر ده اندايركت وسلو،
يعني انا لما اعمل كنترول على البريشر بالفلوريد بتاع الليكويد هياخد وقت طويل، لكن بالفلوريد بتاع الفيد او الفلوريد بتاع الفيبر هيبقى اسهل. وانا لو منه كنت ايه كمان طنشت الفلوريد بتاع الفيد، لان الاسرع قوي الفلوريد بتاع الفيبر. وليه بص على البريشر الحاجه الثانيه بعد التمبريتشر؟ لان البريشر مهم جدا جدا جدا، لان الموضوع بيبقى خطر لما بيكون عندي جاز جوه كونتينر مقفول. فجه على الفلوري على الكنترول بتاع البريشر، راح شايل ايه؟ راح شايل الفلوريد بتاع الليكويد اهو واهو. يبقى فضل عندي اربع اوبشنز. خلاص من الاربع اوبشنز دول واضح قوي، خلاص انا بدل ما كان عندي 24 بقى عندي اربعه، اقدر ابص عليهم كويس. واضح انه الاوبشن ثلاثه ده ايه احسن ايه واحد، وبالتالي هو ده اللي انا اخترته. طيب يبقى نرجع تاني اهو، احنا ده الفلاش درام اللي كنا عايزين نعمل عليه كنترول، وعملنا كنترول بالطريقه دي. خلاص اخترنا الكنترول بالطريقه دي. طيب بس واحنا بنتكلم في الاول قلت لكم انا كان ممكن اعمل كنترول على البريشر بتغيير الفلوريد بتاع الستيم، وكان ممكن اعمل كنترول على البريشر بتغيير الفلوريد بتاع الفيد، بس انا اخترت ان انا اعمل عليه كنترول بتغيير الفلوريد بتاع الفيبر لانه اسرع. الله، طب وانا لما اعمل كده والفلوريد بتاع الستيم يتغير عشان يعمل كنترول على التمبريتشر، هو مش هيأثر برضو على البريشر؟ هيأثر. يبقى الاربعه لوبس دول عاملين انتر اكشن جامد قوي مع بعض. طب اعمل ايه انا بقى؟ ده كل ما اجي اصلح حاجه هتلخبط الحاجات التانيه. الكلام ده هنتكلم عليه في المحاضره الجايه بتاعت الانتر اكشن، مش في المحاضره دي، بس انتر اكشن among control loops is an important design consideration. It is a very important design consideration، وده اللي بيخلي شغل الكنترول اصعب واصعب. واحنا هنشوف بعد كده بنقول later we will examine a relative gain array method، بتورينا ازاي manipulated variables should be coupled with the controlled variables عشان اقلل الانتراكشن ده. يعني عرفنا دلوقتي ان كل الفاريبلز متعلقه ببعض، ليها تاثير على بعض، وبالتالي لما بعمل كنترول كل اللوبس بتاثر على بعض. اجي اعمل كنترول على التمبريتشر ياثر لي البريشر، اغير البريشر ياثر لي التمبريتشر، اغير التمبريتشر ياثر لي الهايت، وهكذا. فهنشوف الكلام ده في المحاضره الجايه ونعرف حاجه اسمها الريليتيف جين. طيب احنا كل اللي اتكلمنا عليه دلوقتي اعمل كنترول على فلاش درام واحد. طب ده المصنع بيبقى فيه يونتس كتيره قوي، تخيلوا عندي بروسيس فيها n يونتس. خلاص فهعمل ايه بقى في الكلام ده؟ فاحنا بنقول اول حاجه I will divide البروسيس دي لبلوكس. كل بلوك يا اما بيبقى فيه بروسيس واحده يونت واحده، يا اما بيبقى فيه مجموعه من اليونتس شبه بعض او ليهم علاقه ببعض. يعني مثلا لو انا عندي ديستيليشن كولوم وكوندنسر وريبويلر هاخدهم وحده مع بعض كده. لو انا عندي تو هيت اكسشينجرز جنب بعض ان سيريز او ان بارلل هاخدهم مع بعض. يبقى هبتدي اقسم الفلو شيت اللي قدامي لمجموعه من البلوكس، كل بلوك فيها يونت واحده او مجموعه من اليونتس ليهم علاقه ببعض. الرياكتور مثلا والبريهيتر ممكن يبقوا في. وبعدين I determine the degrees of freedom and number of manipulated variable for each block. همسك كل بلوك لوحده أجيب the degrees of freedom and number of manipulated variable. وبعدين هبص كل loop configurations اللي ممكن تتعمل للبلوك ده وأختار له the best loop configuration زي ما عملت مع الفلاش درام. يبقى هاخد كل بلوك أعمل له degrees of freedom وأشوف the number of manipulated variables وال controlled variables، وأعمل اللي عملته للفلاش درام ده لكل بلوك من اللي أنا اخترته. وبعدين أروح مشبكة البلوكس دي مع بعض. بعد ما أشبك البلوكس دي مع بعض هشوف بقى حاجات تعمل over specification، حاجات فيها control على نفس الستريم من two loops مختلفين. نفرض ان عندي for simplicity عندي 2 units بس، unit 1 و unit 2. خلاص وعملت control على unit 1 لوحده وعملت control على unit 2 لوحده.
خلاص يونت 1 دي ممكن تبقى ديستليشن كولم وكوندنسر وريبويلر، يونت 2 دي ممكن تبقى رياكتور ولا وات ايفر. المهم عملت كل حاجه لوحدها، ولما شبكتهم في بعض بصيت لقيت ان عندي مشاكل. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ المشاكل اللي ممكن تحصل انه مثلا الستريم ده في اليونت دي اكون انا عاملاه as a controlled variable، وفي اليونت دي واخداه برضو as a controlled variable. ممكن التو يونتس يستخدموا نفس المانيبيوليتد variable، تبقى مشكله كبيره جدا. وفي الحالتين دول لما اجي بعمل degrees of freedom على التو يونتس مع بعض، هبص الاقي انا عندي اوفر سبيسيفايد وعندي conflicts كتيره جدا. فبعد كده لازم اشيل الكونفليكتس دي. اهو مثلا انا هنا حطيتهم مع بعض اهم، بعد ما حطيتهم مع بعض هنا لقيت ان هي هنا عندي مستخدمه ده as a controlled variable هنا، ومستخدمه دي as a controlled variable هنا. خلاص؟ او ان انا اكون مستخدمه هنا الستريم ده as a manipulated variable هنا وas a manipulated variable هنا. الحالتين دول خلاص ما ينفعوش. انا دي لوحدها ودي لوحدها كان اوكي، اول ما لزقتهم على بعض قلت ده انا عندي هنا مستخدمه نفس الفاريبل as a control variable هنا وهنا، وهنا مستخدمه نفس الفاريبل as a manipulating variable هنا وهنا. طيب تعالوا نشوف بقى السيستم اللي قدامي ده اهو، تعالوا نشوف ده بيعمل ايه بقى. ده الهارت اوف ذس بروسيس هو الكيميكال رياكتور ده اهو. الكيميكال رياكتور ده it's an exothermic reaction فعامل cooling jacket. ادي الفيد اهو داخل، الفيد اللي هو داخل بسخنه مع البرودكت اللي خارج، وبعدين برجع اكمل تسخينه بستيم، وبعدين بدخله جوه الرياكتور. اوكي؟ بيطلع اهو ويدخل جوه فلاش درام زي اللي كان عندي قبل كده عشان افصل الفيبر من الليكويد. طيب انا بعمل كولينج بايه؟ احنا قلنا ده اتس ان اكسوثيرميك رياكشن فبعمل كولينج جاكيت. كولينج بايه؟ ادي الكولنت اهو، الكولنت اهو بعمل شوية هيتنج وشوية كولينج علشان أظبط درجة الحرارة اللي داخلة جوه الكولينج ده. عارفين لما بنبقى واقفين في الحمام وعندنا حنفية سخنة وحنفية ساقعة، بعمل إيه؟ بقعد أظبط السخن مع الساقع لحد ما الدنيا تتظبط. طيب هو عمل هنا إيه؟ قسم ده لبلوكس. أدي البلوك الأولاني أهو فيه الهيتر والكولر ده، البلوك التاني واخد فيه رياكتور لوحده، البلوك التالت واخد فيه التو هيترز دول، والبلوك الاخير الهيت اكسشينجرز دول يعني، والبلوك ده واخد فيه الايه الفلاش درام. عمل كل حاجه من دول لوحدها الاول، ديجريز اوف فريدم والنمبر اوف مانيبيوليتد وكنترول فاريبلز وكونفيجريشنز، وابتدى يشطب وكده، وبعدين راح مجمعهم على بعض. او عمل كل واحده من دول لوحدها الاول وهو مش شايف اللي وراه، وبعد كده راح مجمعهم على بعض. بعد ما جمعهم على بعض ابتدى بقى يبص على الكونفليكتس. الحقيقه هنا عندي تو كونفليكتس. الكونفليكت الاولاني ده خلي بالكم ده نفس الستريم اهو، واخده في الحالتين از مانيبيوليتد ايه فاريبل، حاطط تو فالفز ورا بعض اهو، واخده هنا از مانيبيوليتد فاريبل للفلوريت بتاع الكولنت اللي ماشي، واخده هنا از مانيبيوليتد فاريبل في الكاسكيد كنترول اللي قدامي ده عشان التمبريتشر بتاع الايه في الرياكتور من جوه. فهنا ما ينفعش ان انا احط الاثنين دول، فلازم الغي واحد. طبعا الرياكتور اهم حاجه عندي فراح لاغي ده. عندي ايه تاني؟ عندي another problem هنا. الاثنين ستريمز دول، الاثنين فالفز دول على نفس الستريم، يعني متاخدين manipulated variable للفلاش درام وللرياكتور ده. ازاي على نفس الستريم؟ دول في حتتين مختلفين خالص. طب تعالوا نشوف كده يا جماعه. اهو ادي الستريم ده اهو، ده الانبوت اهو داخل هنا صح ولا لا؟ وعليه الفالف اهو داخل هنا، داخل الرياكتور ده. هو حصل له اي حاجه؟ ولا حاجه خالص. كان البايب اللي هو ماشي فيها كبرت شويه وحصل فيه رياكشن، لكن هو نفس الستريم اهو مشي كده، دخل عليه اي حاجه؟ لا، ده داخل جوه الهيت اكسشينجر ما تضافش عليه حاجه، وبعدين داخل هنا. فالستريم ده هو نفسه ده، وعليه تو فالفز، يعني متاخد از مانيبيوليتد فاريبل في الرياكتور وفي الفلاش درام. طب اعمل ايه؟ برضو رياكتور عندي اهم، فايه رحت ايه شاطبه ده، وبعدين اعمل بقى الايه
الفلو شيت كله على بعضه بالكنترول الايه بعد ما تظبط كل